يقول السائل: ما حكم بلع الريق وهو صائم؟ لا يتعمد برع الريق الكثير، أما بلع الريق العادي هذا لا بد منه، بلع الريق العادي لا بد منه لا يضر، لكن يجمع ريقه، العلماء ذكروا أنه يكره له أن يجمع ريقه ثم يبتلعه، لكن إذا كان ما جمعه وإنما هو عادي فلا بأس بذلك. نعم.